سلام المسيح معكم. رح خبركم عن ماريا ناكوزي. أنا اسمي أندري ناكوزي، متجوزة من جان ناكوزي جوزي من الدكوانة، وعندي 4 أولاد، إليز وماريا وإلي ورا بعضهم دغري الأولاد. وبعد 12 سنة عنا جوبي. ماريا نهار يلي حبلت فيها كان ممنوع نجيب أولاد، أنا وجوزي قررنا نخبي على الحكيم الحبل، ما نحكي قدام حدا حتى ما نروح البيبي اللي صار عمرها 5 أشهر ونص ببطني، سخنت وعرفوا كلهم إني أنسانت، ما قدروا يقيموا البيبي. وكانت ولادتها من أهون الولادات، أول صرختها نادرتها راهبة عند العذراء. ليلة يلي ولدت ماريا ب5 أدار 1987، بزيت الليلة بيسخن جوزي بالبسوريازي السيفير، وضل 25 سنة مريض. والبسوريازي هو نوع من الصدفية، يعني كل جسمه كان مجرح للحم الحي، عم ينزل دم مع وجع ما بينحمل من راسه لكعب إجري، بس فضل في داير عيونه وكف إيديه. بهيدا الظرف خلقت ماريا. ما صار لي كتير وقت انه اهتم فيها مثل كل البيبيات، لانه جانو كان بده كل يوم 8 ساعات عناية وخدمة، وامه كان معها بالقلب والسكري ما فيها تقوم بالحمل. كبرت ماريا بجو هيدا البيت يلي فيه كتير حب، لان انا وجوزي تجوزنا بعضنا عن حب، وجانو بدق بيانو وبيألف تراتيل للعذراء. كبروا الولاد كلهم بجو فيه ميوزيك، في حب، مع كل هالألم يلي شايفينه. هي وصغيرة ماريا كنا مسميينها لبوتيت ماما، قد ما كانت حنونة، يعني ما كنت أعطى الهم إذا أجا حدا لعنا ومع أولاد صغار، ما تخلينا نعرف إنه في أولاد. ولما كبرت ماريا صار عمرها 12، صرنا نعيط لها ماريا حرام، لأن ما كانت تقبل إنه نحكي على حدا كلمة أو إنه نظلم حدا. وكان عندها حب كتير كبير بقلبها ورحمة كتير كبيرة، لدرجة إنه هي كانت تقدر تتقبل كل الولاد اللي عندهم إعاقة أو الولاد اللي كتير بيعذبوا أهلهم، والصبايا يلي هيك يبقوا شوي طايشين كل الأمات يركضوا عند ماريا، يا ماريا ركضي وراهم وخلصيهم. كان عندها، أنا بشهد إنه أنا أم، بس كان عندها حب أكتر مني. كبرت ماريا بالبيت، نحن حطينا كل تقلنا بمربانا على الولاد. بيتنا بعين سعادة حد الدير الراعي الصالح يلي فيه لزانفان تروفي، حد كنيسة سيدة البشارة. بما أنه أنا روم وجوزي خلقين براس بيروت، حد كنيسة النياح كمان على الروم، ما بيعرف تأس الكنيسة المارونية. كنا ناخد الولاد دايما كل أحد، ننزل قبل القداس بربع ساعة أو نص ساعة حتى الراهبات يعلمونا خدمة القداس، لأن التراتيل بيتغيروا حسب الزمن التأسي. وبقول كتر خير الله اللي عشنا ببيتنا. بيتنا كان معزول عن الناس، بدنا نمشي 10 دقايق بحقلة وبس. جيراننا هني كانوا الكنيسة، دير الراعي الصالح، وعمتهم جانين يلي مجوزة إلي بغون، يلي هي عن جد كانت أمهم التاني وإلي بيون التاني. هيدي نعمة كانت للولاد، ربيوا بجو كتير كتير الولاد، غمرناهم بحب وبعطاء وبتضحية، وعلمناهم بيانو، علمناهم رسم، حطيناهم بأكتيفيتي الكنيسة، بفرسان الكنيسة، بالكشافة تبع الكنيسة، بعدين أصاروا بالكورال ويخدموا القداديس. يعني أنا بقول إنه الكنيسة إلها دور كتير كتير كبير بروحانية الولاد وبروحانية ماريا. وتعلموا بمدرسة الوردية بالروزير كمان مع مونسينيور ناصر الجميل. أنا كنت كل يوم وصلون، لأن طبيعي ما في أوتوكار، وصلون أدس معهم كل يوم وإجي على بيتي. هي كانت الصبحية. بقى كنت أسمع كل يوم مونسينيور ناصر الجميل شو يعلم الولاد، يعني كانت مدرسة لاهوت عن جد. من هيك تخرجوا الولاد أبضيات. كبرت ماريا لما صار عمرها 13، عم تقدم البروفي. أنا حبلت بتجوي، شلناهم من مدارس الروزير حطيناها بمدرسة معارف بالدكوانة بالرسمية.
رفيقتها يلي قاعدة حدها كانت عمرها 17 سنة من عبادين الشيطان. صارت تخبر ماريا عن عبادين الشيطان، عن الماس نوار، عن الدروغ، عن كل هالاشياء. تجي ماريا تخبرني، إلا ماما ما في شيطان. وقتها ما كنت أعرف، لأن الأخوارني ما كانوا يلفتوا لنا نظرنا بالقديس، وأهلنا ميتين بالحرب. إلا ماما هاي البنت بدها بسيكولوج، لأنه في إشياء إنه كلها منا مزبوطة. بقرروا يعزموا ماريا على أنيفرسير، حاطين كانوا براسهم إنه ياخدوا جوي ضحية وماريا بنت صغيرة، وبعيني إلهية العذراء خلصتنا منهم من وراء المسبحة. لما رجعنا على البيت تجي ماريا بتجيب حبل كتير كبير وبتربطه كله مسبحة لثلاث بيوت لثلاث مسابح، وبتبرم السطح فيه كله، بتسوم بيتنا بالمسبحة، وهي وخيال صغير بيعملوا صليب من الليجو، وبعدهم لهلا مربوط البيت بالمسبحة. قالت لي ماما ما في غيرها بدها تحمينا، وبالفعل العذراء هي اللي حاميتنا وحامية لبنان. كبرت ماريا لما صار عمرها 15 سنة قررت تعمل هندسة. بتقلي بدي اشتغل، تشتغل ببرمانة، ومن مصرياتها يلي أخدتهم تنزل على دير الراعي الصالح، بتقلها للراهبة مامير أنا بدي اهتم ببيبي، ما عنده لا أم ولا بي ولا تيتا ولا جده. قالت للراهبة يا ماريا روح اشتري تياب وبكال، وأنه أنت صغيرة. قالت لها أنا ماني عايزتهم، أنا بدي اهتم ببيبي، وحتى تقلع على بنت صغيرة سنغالية. وكبرت وقدمت جامعة وبلشت بالجامعة. كانت بهيدا الوقت قدمت على الهندسة، بس نسيت لكم أنه هي عمرها 5 سنين كان عيد ميلادها، عنا كان جارة ختيارة بتجيب لهدية العذراء، تمثال العذراء، وبيا بيشتري لها خاتم ذهب ما بتلبسه، بتضل حامل العذراء بتنزل على القديس بتقله للأبونا كرس لي اياها على المذبح، بتلبسها خاتمها تاج، بتخيط لها طرحة بيضة. الأولاد كانوا من هن وصغار كل يوم كل يوم هن جايين بالبيت ماشي بطريق الحقل يجيبوا لها كل يوم زهور للعذراء ويزينوا لها كل يوم. هلأ لمن بلشت بالجامعة قدمت هندسة وعم تعمل، كانت ديكوراسيون دانتيريور بالجامعة اللبنانية، وعم تعمل كمان عم تدرس كونسيرفاتوار أوبرا بالكونسيرفاتوار الوطني. بخلال هالسنين في شاب بتتعرف عليه من سنتين كان يعجبها، بيجي بيقول لها يا ماريا أنا بحبك. كانت طايرة من الفرحة وتقلي يا ماما أحلى شيء بهالدنيا إنه الشخص يلاقي اللي بيحبه. أنا وجوزي كانت وصيتنا لأولادنا إنه يتجوزوا شاب من قلب الكنيسة وشخص يحبهم ويحبه وما يتطلعوا لا على مصاري ولا شيء، لأن هون بيكون في بركة من السماء. بعد جمعتين من هاي القصة هيدا الشاب اسمه إليتا رباي رافق ماريا كل سخونتها للحظة اللي توفت فيها. بعد جمعتين من إنه إجا قال لها بحبك كان عيد الغطاس. نحن لأنه كورال بسان أوغستان، الكورال تبعولنا هو كورال عائلة، يعني الأم والبي مع كل الأولاد، حتى لو الأولاد قد أولاد دومينيك صغار هن كمان بيخدموا بالكورال. خلصنا القديس مين وين مننزل على البيت، أنا معودتهم ليلة الغطاس مندوي البيت كله، وكل واحد منا بيحمل شمعة مقدسة من دخول يسوع للهيكل، ومنظهر برات تحت السماء منعمل صلاة بيرسونيل، كل واحد بيصلي، مين عندهم عيال مفككة، رفقاتنا، المرضى اللي عنا. وقف حد ماريا، بتطلع ماريا بالسماء بترتله ليسوع، يا يسوع بحبك، قلبي شعلان بحبك، خدني لعندك أنا مشتقت لك. بهاللحظة أنا حسيت بنتي ماتت، بكيت، طلعت فيي وجقرتني، كفت الترتيلة، ما عاد فيي وقف بكي، تركتها برا وفت لجوا. بعد ساعة، ساعة وحدة تجي بتطبع كتفي من ورا بتقلي ماما ليه بكيتي؟ تقلي يا حبيبتي حدا بيصلي هيك؟ تعملي لو بتعرفي قدي بحبه ليسوع ما كنت بتبكي. بتروح بتطبع كتف بيا بتقلو بابا أنا بعد سنة ونص بدي موت بالكانسير، قبل نهار الجمعة العظيمة بتظهرني من البيت. خوي جانو
بكى يعملها بس بدي أعرف شو بكى عمل معها تحقيق. قالت له بالشام آخر نات ما عم بقدر أوصلها مرتاحة. قال لي صار لهم زمان بالشام وصلوا مطرح ما أنت واصلة. ما نمنا كل الليل قبل الدو بنزلها على أوتيل ديو عند دكتور نسناس بيعمل لها فحوصات وصورة للكورد فوكال. بتروح على الجامعة بيقولوا لها رفقتها ماريا ليه حتى بانسمون بتقول لهم كأنه الحكيم هلأ بتلفن بيقول لي معك كانسر. ما خلصت الكلمة بدق لها الحكيم بيقول لها ماريا مطرح ما أنت على الطوارئ. بتقول له ليه ما ليه؟ بيقول لها لأنه في اون تاش اون جراند تاش نوار ومنشك أنه تكون كانسر. وقعت بالأرض قالت لهم بدي روح عند أمي. نزلنا بالسهرة مخبية وجهها بمخدتها 21 يوم ما شافوا ولا الحكمة ولا نرست. أول نهار نمنا بالأوبيتال تعرفتنا نحن قسم كانسر وأنا معي خبر وين أنا وماريا. تبصر بنوما سانت تيريز بتعطيها وردة حمراء كتير كبيرة. بتقلي ماما شو معناتها؟ أنا فهمت أنه ماريا مع نعمة كتير كبيرة بس ما فهمت أنه هالنعمة مجبولة بكتير ألم وبكتير وجع. وبلشنا بالفحوصات. أول نهار منزلينا على بكرة على الإسكان صرت صرخ بالأوبيتال بدي تراب قديسي رفقة. برمنا المستشفى ما كنا نلاقي. شوي واصلة عمتها من دبي معلية إيدها من بعيد من الكلوار تقول لهم وقفوا ماريا ما تنزلوا على التصوير. صرخت لها قلت لها جنين حاملة ترابيت قديسي رفقة. قالت لي مزبوط جبتهم من أبو ظبي. بلعناها الترابيت لماريا وبلشنا بالفحوصات. من أول شيميو قال الحكيم بعد ثلاثة شيميو أنه بده يهر شعرك. من أول شيميو هر شعرة وما كان عندها مشكل. هي شالت شعرة ونزلت بعد نص ساعة على جامعتها وكان وجهها عم بشع نور. ومع كل وجعها ومع كل الشيميو كانت عم تكفي جامعتها وتكفي كونسيرفاتوار. وبعدين قرروا الحكمة أنه بين بعضهم أنه لازم يعملوا راديو. هلأ خلال الشيميو كانت ماريا مرافقة على طول على طول بالأوبيتال مع أخواني ورهبان ورهبات. وكانت تقلوا للأبونا كل يوم لم تجي تناولني بليز بدك تقعد معي ساعتين لأن كانت عم تدرس الإنجيل. صار يلاحظ الأبونا اسمه أبونا إلي داوي اللي هو الأمونية تبع أوبيتال أوتيل تيو. صار يلاحظ أنه ماريا ولا مرة عم تكون آكلة. بعدين انتبه أنه ماريا قبل ما تتناول القربانة مش عم تتروق ولا عم تاخد إدويتها. وكانت أربعة وجمعة تصومن حتى بلا مي. تصومن مع كل سخونتها مع كل ألمها ووجعها كانت عم بتصومن. مرة بتقله للخورة بتقله أبونا الماما مفقوعة. قال لها ما بقبل يا ماريا حدا يقول عنها هيك. بكون قاطع معي القربان بالكلوار بالأوبيتال الوحيدة بتعمل سجود لأقطع. قالت له ما سألني ليه. قال لها ليه. قالت له لأن ماما صار لها سنتين وأنا قديش صار لي ساخني هون بالأوبيتال كل يوم بتقديس وكل يوم بتعمل قديس لقديسي منا موجودة وكلنا عم نضحك عليها. بيقول لي شو القصة يا أندري؟ قلت له ايه أبونا عم صلي لقديسي اسمها فيرونيكا بس كلنا بيقولوا لي انه ما في حدا اسمه هيك ما بعرف ليه كل يوم أول ما بتعز حد عتبة الكنيسة بنسى لمين جاي يصلي وبعمل قديس لقديسي اسمها فيرونيكا. ساعتها هو بينشمد بيقول لي يا أندري هيدي أعظم قديسي ورا العذراء. وبيروح بيجيب لنا كتابها ومنتعرف عليها وبيجيب لنا قونة لكل العائلة لكلنا قون من فيرونيكا جولياني فيهم من قماشة من إيطاليا منايميهم على تختها. وهيك تعرفنا على القديسة. وهي وعم تعمل الشيميو كانوا رفقتها الهندسة بالجامعة في تلاميذ يبقوا كتير ضعاف تقعد هي وبالمستشفى ترسم لهم البروجيات لحتى تساعدهم لحتى تخلصهم. صارت تشتغل على الحكمة والنرسيت تقول لهم اعتراف مناولة اعتراف مناولة. طب الآخر قلبت له المستشفى بعد 6 أشهر لأبونا إلي داو. نزلوا كل إكيب الليل على الاعتراف والمناولة ما عادوا يقبلوا يفلوا بلا ما يقدسوا كل يوم. قال لها يا ماريا عملتي لي مهرجان بهالأوبيتال. كانت تضل تقول لهم لرفقاتها ما حدا يحكي على حدا لأن كلنا حاملين صلبين
ما حدا بيفهم وجع التاني، بدنا نساعد بعضنا. هلا قرروا الحكمة بعد 6-7 اشهر انه بدهم يعملوا راديو. هنو عم يعملوا راديو لماريا، بيحترق قلبها وريتها على فرد اتجاه. صفينا بمشكلة كتير كبيرة، صار بدها زرع قلب. العملية ما بتنعمل بلبنان، بتكلف 600,000 أورو بباريس. حطينا بيتنا وكل شيء عنا وما قدرنا نأمن المبلغ العملية. ماريا صارت حالتها تتدهور، عملت جلطة على إيدها، دلت 4 أشهر إيدها بالوجع وبالهيدا. كل فترة يعبي غشا القلب عندها مي، تعمل عملية تفوت بنجعام. عاشت 9 أشهر حتى طوق حديد لأن كل عظامها وجعوها من الشيميو، حتى 9 مخدات قاعدة ما فيها لا تقدم ولا ترجع ولا تلقي ظهرة. قلبها عم يشتغل 20%، أوقات يوصل للكنز، يعني حتى ما فيها تتعاطى وتحكي معنا، كتير بتتعب دغري، ما فيها تتنفس. قاعدة ليل نهار، وأنا قاعدة حدا عم بعمل لها مساج إيديا وإجريها تضل الدم يمشي بجسمها، ما دل في محل بجسمها ما تشكوك قبر. بتقوم بتلقط فيروس من السوان لأن ما بقى عندها مناعة، وبتعمى. بتعمى 40 يوم، تلقط فيروس ما قدروا يسيطروا عليه، مع وجع ليل نهار وصريخ. ما عادت تقشع الحكمة، قالوا ما بقى فيهم يسيطروا على الفيروس، البنت عميت. كان وقتها بيرنابيل ملكي من الحركة الكهنوتية المريمية اللي هني هلأ مستلمين بفيرونيكا جولياني عندها، بيقلي أندري تركوا البنت معي، طلعي انت وبيع قديسي رفقة. منشان هيك انا عرفت ليك عم صرخ لقديسي رفقة، لان ماريا بسخنتها عاشت ألام قديسي رفقة. طلعنا لفوق، خبرنا الرئيس، جبنا تراب عن قبر القديسة، نزلنا خلطناهم بمي من سانت لورد، ورجعت ماريا 5 دقايق تقشع. هللويا. كان في حدا لماريا، شاب مثل القمر، دارس لاهوت، بيو معه كانسير، هن شابين تركينه لبيهم، لا بيسألوا عليه ولا بيشقوا عليه، وهيك بيجوا كأنه هيك رفع عتب. والحكمة يزعلوا، هالبي هو كان كبير عائلة ومربى، أخوته صغار، أهله ميتين ومتروك. قاطع قدام أوضتنا، شاف ماريا أنه حاملة الإنجيل وأنا حاملة مسبحتي، بقلها أنت من كل عقلك أنه يسوع بده يخلصك، أو أمك يلي حاملة مسبحة العذراء. شرعنا نحن وياه انه نحن مآمنين بيسوع بالعذراء. بيقوم بيقول لها يا ماريا، انا دارس لاهوت انا وخيي، واكتشفنا انه الكون تألف الكون من وراء انفجار نووي او ما بعرف شو القصة. ماريا كانت وقتها ما تاكل. هلا ماريا ما يعني كان مين ما يجيب لها سيرة العذراء تعمل عليه حرب. اخر شيء اجوا النرسات اللي عم بيقولوا انه ماريا ما عم تاكل، قرر يروح يجيب لها بسكوي من قوطه، قوطه بلزقنا. ماريا علبه بتطلع فيي وبتغمزني، بجيب لها قنينه المي من سانت لوردي اللي حطختها، بتاخدها بترش 3 نقط على الباب، بتقلي حطيها محلها. ضلينا 15 يوم بالاوبيتال، ما عاد ما رجع بقى على الاوضه ولا عاد قدر فات لعنا. ساعتها النرسات بالاوبيتال قالوا لي يا تانت أندري، ما كنا عارفين أهمية المي المقدسة عنا بديانتنا المسيحية. وكبرت ويعني كنا نطلع على البيت نقعد 30 يوم أوبيتال، نطلع على البيت قليل. مرة كنا بالبيت نهار عيد خميس الجسد بالبيت، يعني كانت ماريا تنام بالصالون لأن أوضتها بتالت طابق وأنا ما عاد فيي أمشي. لما نكون بعين سعادة، خوري الرعية بدو ينزل يناولها كل يوم، وكمان بدو يقعد معها 2 ساعة تيدرسها الإنجيل. وبالأوبيتال وبالبيت كانت تخلص معهم، ترجع تدق على دير الحارف لأبونا يوحنا، لأن أنا وجوزي عنا مرشد روحي لزواجنا، رئيس الدير بير جوزيف عبدالله، ولمساروا الولاد صبايا، نقلهم عند خوري شاب اسمه أبونا يوحنا. مع كل وجعة، مع كل ألمة، ويلي بيعرف عنده مريض كانسير بيعرف أي وجع بيعيشه، تقعد 1.5 ساعة على التليفون مع أبونا يوحنا حتى تعرف عن حياة يسوع. نهار قبل البيت كان يقلي لأبونا أندري،
بير روجي ساركيس اللي قادري اوعد سحي للعذراء ويسوع قلب يسوع اللي هو عنا هون، خلي عيونهم يدلوا على عيون ماريا لانه كانت تبكي اذا شي مره زحت انا العذراء مش عينه على عينه، وما تقلي صرت انتبه لهالشي. نهارتها كان عيد خميس الجسد، بكل العالم كان القربان مضوى، وانا على طول كل ما نحن على طول الشمعه مضويه قدام يسوع والعذراء بالبيت. الساعه 3:15 ماريا كانت تخلص صلاتها. مع ماريا انا تعلمت كل شيء اسمه مسابح عند الموارنه لان ما كنت اعرفهم مع بنتي، وتعلمت صلاه الرحمه الالهيه الساعه 3:30 ليل قديش مهمه. كانت ماريا الساعة 3 تخلص الرحمة الإلهية وتنام من الساعة 3:15 للساعة 8-7 حسب ما قلبها يسمح لها. صار ترم بدها تنام، خلصنا مسبحة الرحمة بنص الليل، بتقلي ماما الشمعة قدام يسوع رح تنطفي، بليز قومي ضويها. أنا كنت وفر بالشمعة من وحدة لوحدة، قلتلها حبيبتي نامي ما تخافي هلأ رح قوم ضويها. قالت لي ماما رح تغفي قبلي أنت تعبانة، قلتلها لا ما تنامي نامي. امتى غفيت قبلها؟ شوي بتوعيني بنتي، النار قدام يسوع طلعت متر ونص، وقعت مخدتها قدام على الدفاية الكهرباء وولعت المخدة. حملت المخدة بإيدي ودهرت كبيتها بجنينة، فتت صرت اطلع بإيدي، لا شعرات إيدي احترقوا ولا الفوتويات ولا السجد ولا بيجامتي. ضحكت قالت لي ماما بكل العالم اليوم نحن خميس الجسد، بكل العالم القربان مضوى، يسوع مش زعلان انك غفيتي، هو ضوى قربانته. بعد فتره صغيره انا بجامعه مع فرير سامي حاتم ماما لساليان مساجير، بعلمنا فرير سامي الانجيل كيف نعيشه مع عائلتنا ومع جيراننا، وكل جامعه صغيره تبقى مسؤوله بالشهر عن 300 ختيار او الاطفال المعوقين او منروح على الحبس، يعني عنا رساله رحمه. بيقوموا الأمات بتلفنوا لي بيقولوا لي قادري نزلين نعمل قديس لماريا بكنيسة سيدة الرجاء بالفنار الضيعة يلي حد عين سعادة. وعيت على بكرة قلت لها للعذراء بعرف إنك هون بالبيت، بعرف إنك بالكنيسة، بنتي ما معها حدا وأنا مصرة رح أعمل القديس، رح أتركك أنت وياها ما رح واعيها. ونزلت أول ما فت على القديس دليت أبكي، غسلت البنك بدموعي وما بعرف لي أول مرة بقدس أنا عم ببكي. بيجيني 20 تليفون، اختي وبنت عمتي اجوا من عجلتهم، برد قلبي انه هن حد ماريا. قلت لهم انا حد، انا بالكنيسه وانتبهوا لها. هلا خلص القديس، ماريا ما بتقبل، كل يوم بدها قربانه، كل يوم كل يوم كل يوم. بقى قدمت قبل ما يخلص القديس بدق ماريا، وهي نقطه مهمه، بتقلي ماما مت الجوع. قلت لها يا حياتي بقى ما فيه أظهر من القديس قبل ما الأبونا يعطي البركة النهائية. قالت لي بليز ماما روجي روجي لأنه ما بيعرفوا شو بدون يتعاموني. أنا كنت أنا والرهبات نروح على الحقلة نجيب لها حشيش من الحقلة لأن ما عندها مناعة، ما فيه أعطيها شي في كيماوي. عطى الأبونا البركة، كنا عند أبونا بطرس لحود، قدمت دغري على المسبح، حاطت حد المسبح أيكونة العذراء حاملة ابنها على إيدها. قلت لها دخيل إجريك يا عذراء مثل ما حاملي يسوع، هيك بدك تخلصي بنتي. بلشت الأيكونة ترشح مي، مسحتها أول مرة، تاني مرة، تالت مرة تركتها ورحت عند الأبونا تقلوا مين أنا تيطلع يناول ماريا. بيجوا ساعتها 30 أم كانوا خلصوا آخر ترتيلة، بيقدموا بمسحوا ببوصوا العذراء، بيجوا بيقولوا له أبونا في ظهور للعذراء عم ترشح مي، نحن 30 أم عم نمسحها. شوي بتجي أم بتقلوا أبونا الأيكونة عم ترشح زيت. هون بيقلون الأبونا مين دق فيها؟ مين أول شخص دق فيها؟ قالوا له أندري. عرف هو إنه ماريا بدها تموت. بيقل لي أندري ما بقى تركدي ورا ولا خوري، أنا رح أمن كل يوم كل يوم قرباني لماريا على البيت كل ما أنتو هون بالأوبيتال مأمن القرباني. وبناولها لماريا وبالفعل بأمن لها القرباني على البيت لماريا. بعد جمعة من القصة بيكون عيد ميلادها لماريا، بتقلي ماما عازمة كل رفقاتها، بتقلي مثل العادة بدي أنت تعملي لي العشاء والديسير مثل ما أنت معودتينا، بدي جاتو على موز، هالجاتو أخذ معي كل النهار من عبكرة لعشية، ابكي وما بعرف ليه.
علما أنا كنت مستبعدة فكرة موت ماريا، لأن نهار الجمعة العظيمة كان جاي حكيم من ألمانيا يعمل لها عملية ستيم سيلز لخلايا القلب. 5 أيام ماريا بترجع على الجامعة وتسجلت بالانديو تخلص آخر سنة هندسة مع خيا. خلصت لها تحضير الدسير والعشاء، جينا بدنا نقعد على العشاء، تطلع فيي وببيا بتقلي ما بدي اياكم تعيدوا معي، بدكم تنزلوا على المولا سال في محاضرة لمونسينيور منصور لبكي، هيدا خوري قديس، بدكم تنزلوا تحضروها. وما كانت تقبل وما كانت تقبل، تبعتتنا نحضر المحاضرة. رجعنا لقينا الولاد أنجأ قاصين الجاتو، تري كانت كتير تعبانة. من بعد عيد ميلادها بيجي عيد سيدة البشارة، هي خلقانة قلت لكم بخمسة أدار، بخمسة وعشرين أدار عيد سيدة البشارة. سنة 2010 عملوه عيد وطني، يعني كان في 3 أيام قداديس كل النهار الإسلام كرموا العذراء عليها السلام والمسيحية إنه نحن عم نعيد لها بكنيسنا. وبيتنا ماريا ربيت بعين سعادة كنيسة سيدة البشارة، هي كنيستنا هونيك. ماريا يعني من هي وبيبي ربيت بالكنيسة وتخدم بالكنيسة وتهتم بزينتها وبتنظيفها وبكل شيء. انزل على القديس، كل ما انزل قلوا للأبونا، أبونا طلعني والماريا، لأن ماريا كل يوم كان بدها قربانة، ما كنت لاقي ولا خوري. بثلاث أيام يطلع عيني والماريا، كلهم نازلين أوبيتالات وعندهم مرضى. آخر قديس ثالث يوم كان الساعة 7، وقفت طلعت بالعذراء وبكيت، قلت لها شو بدي أقلك؟ بدي أقلك إنه في سكين فات بقلبي وزعلني، بنتي خلقت عندك وربيت هون، وعيدك هيدا ثلاث أيام تطلع بلا قربانة. طلعت على البيت باكية، تطلع في ماريا قالت لي وين القربانة؟ قلت لها كمان الخور اليوم مش فاضي. قالت لي ماما ولي أنت باكية؟ وأنا عم ببكي من حرقة قلبي. قالت لي ماما مسحي دموعك، أنا مني زعلانة، تركي الله يشتغل شغله. وأنا محروق قلبي عليها، عم حضر لها العشاء، الساعة 9:30 بدق الباب، بتقلي بتعيطلي بتقلي ماما احملي الشمعة طلعي استقبلي القربان على الباب. طلع حياتي أي قربان، أكتر من جملة هي ما كان فيها تحكي. جارتني وعملت لي بأصبعها هيك تأطلع لفوق، طلع أوكي، طلع على الدرج وعم أقول أي قربان وأي قديس 9:30. بفتح الباب بلاقي خوري حامل كاس القربان على الباب. طبيعي ما حكيت ولا كلمة، عملت سجود ونزل الأبونا عرفها لماريا، مشحها بالميرون ونولا وقال لها يا ماريا عرفنا على حاله، اسمه أبونا شربل سمعان بيخدم بحبس رومي. قال لها يا ماريا معك نعمة كتير كبيرة، أنا بدي أطلب منك تصلي لي تدلك حميتيني، أنا بالحبس عم عمد الإسلام وعم يتناولوا القربانة والمسيحية عم يرفضوا الاعتراف وعم يرفضوا ياخدوا القربانة. قال لها شي ببكي وهو فالل بيغمر جنوب على الطريق وبيقول له مرتين يا جان انبسط وفرح، بنتك معها نعمة كتير كبيرة وأنا عم بطلب شفاعتها. وبفل بعد منا بثلاث أيام ماريا، كان الأبونا مثل ما قلت لكم أبونا لحود مأمننا القربانة على البيت مثل كل يوم، جابت ليها رئيسة الدير الراهبة سرقاني، أخذت القربانة ماريا. تنتبه جارتي إنه ماريا معبكة حلا مي، يعني ماريا بخطر، قلبها تعب، وقفوا بيوقفوا الكلاوي والرواية، اضطرينا ننزل على المستشفى. بتنزلني كارلا جارتي كارلا نصار ودقينا لجنو، وصلنا على الاسوان. أول ما طلعت بالسيارة بالبيت، أول ما عم نحطها بالسيارة بتبارك كل الرهبين والرهبات والاخوارني، كل واحد صلالة على وجه الأرض، بتغفر لكل شخص إزاها. بقلها أنا في ناس ما بدي سامحهم. قالت لي ماما قبل ما تروحي على كرسي الاعتراف يسوع المسيح بحد ذاته هو بيكون غفر لك. قلت لها ما بدي سامحهم. كتير زعلت مني. قالت لي ماما إذا بتعرفي شو فيه بقلبهم حتى الدينيون إلك حق تزعلي، ما بتعرفي. أنا بعدني مصرة بحقد إنه ما بدي سامح.
برا متوجع عني، طلعت من شباك السيارة شي ديمة نوتو بكيت، بتطلع فيي بتقلي ماما يا ويلك من غضب الله عليك لما تصالي على السما وتلاقي بخط ايدك انت ثبتت الخطايا على الناس، تتقولي يا ارض انشقي وبلعيني. انا رجف قلبي فزعت، قلت لها خلص ماما انا سامحت. قلت لا ماما مش هيك بسامحه، اذا سامحتي من كل قلبك ممنوع تعاتبي ولا كلمه بتحكي. اذا سامحتي من كل قلبك عبكره بدهم يكونوا كلهم عنا بالبيت، محلي محلك محل بيي. وهيك صار. نحن ونازلين تاري قلبها عم بوقف، صار قلبها يوجعها. قالت لي ماما في حريق بقلبك، يعني وجع كتير كبير، بدي بوزة. جبنا لها بوزة على تلج هيك تتبورد. وصلنا على السوان، كان إلي ترباي الشاب يلي حبة لقيها بتودعه، بتقله إلي روح على سجود القربين. وصل جنو ودعت بيا وما خلوني فوتوا على السوان. قالت لهم إذا الماما بتظهر من السوان هلأ بفل معها، لأنه ما استقبلونا بأوتيل ديو، بعتونا على مستشفى غريبة على جبل لبنان. هلأ بجبل لبنان أول ما كنا بالسوان بتقلي ماما في أتاك علي. لو كنت أفهم أنا باللاهوت عرفت أنه بنتي بهاللحظة عم بتموت، أنه بصير في هجوم كل قوى الشر بيجوا بيقشطوا ليسوع الروح اللي طالعة لعنده. فتحت جزدينا لقيت لا معي أدويتا ولا معي مسبحتا ولا معي إنجيلا ولا كل التسعويات ولا شيء. معي جزدين بيشبه جزدينا أسود، ما في شيء، أبرم لأنه لقي مسبحة، لأن هي معلقة كتير بالمسبحة. بلاقي قنيني فيها مي من سانت لورد، بحمل المي وبرشها. بتقلي دغري مامي عرفتي شو عملتي؟ قلت يد اللي كانوا اجوا بعيونها ورجعت عميت. قالت لي لا ماما تو ما بروتيجي، انت صونتيني. بس انا ما فهمت من شو صونتها. شوي صار وجع يقوى، بالتلفن لبيا بتقوله بابا تعا دهرني بدون يموتوني هون. قال لبيا يا ماريا كلها ليلي ليلة السوان وعبكرة بتظهري. سكرت. قلت لي ماما في وجع ما بقى عم بقدر احمله. قلت لها يا ماما هالقديسين حملوا كل شو في اوجاع وكل شو في اشياء صعبة حملوها لحتى هن يقدموا لنا صلواتنا يقربونا عباب الملكوت. قالت لي ماما قدي في خاطين بعائلتك وعائلة بيي؟ قلت لها في كتير، لا بيقدسوا لا بيتناولوا لا بيعترفوا، اذا راحوا على الكنيسة بيقعدوا تحت الشجرة، وقت القربانة بيفوتوا بياخدوا القربانة ويظهروا بيسبوا بعض. قالت لي ماما أنا بدي أقدم حالي ضحية فدا عن كل الخاطئين بعائلتك وعائلة بيي لـ12 جيل، وعنك وعن بابا وعن إخواتي، هول 14 جيل يلي حكى عنهم يسوع. بتقول لي ماما ليه بكيتي؟ قلت لها ما بكيت، أنا قشط دموعي بدون ما انتبه على إجريا. قالت لي ماما دموعك غسلوا لي إجريي، طبيت دغري على إجريا صرت بوسها ومسح دموعي. قالت لي بتعرفي نحن اليوم شو؟ قلت لها لا. قالت لي نحن اليوم خميس الغسل، بهيدا الوقت بالزيت يسوع عم بغسل إجرين تلاميذه وبوسه. تركيني وتعي لعندي. تركت لها إجريا وجيت لحدا، لقيت راسها. قلت لكم هي قاعدة مسندة حالها ما فيها تنام، لقيت راسها على كتفي هون. قالت لي ماما بحبك أوسع من الكون. قلت لها بعرف. قلت لها ما بتعرفي بحبك أوسع من كل هيدا الكون. انتبهي على حالك، انت عاملي 4 جلطات ولا مرة تحكمتي، ودايما العذراء عم تشفيكي هي ويسوع. قلت لي ماما وعديني انك تاخدي دواء. قلت لها بوعدك. قلت لي وعديني مزبوط انك تتحكمي وتاخدي دواء. قلت لها خلص يا حياتي. قلت لي ماما بشكرك اكتر يا ماما على قساوتك بالمربى علي. كانت تسميني جنرال هون قد ما كنت قاسية بمرباي عليا وعرفقاتها. قالت لي بشكرك من كل قلبي يا ماما على قساوتك بالمربى علي، خلصتيني من كل شيء اسمه خطايا بس انت منك عارفة، واكتر من هولي كلهم بشكرك. كيف عرفتي ربيتينا بيتنا بالوادي ما عندك امك ولا تانت وعيشي لحالك يا ماما هالقد نحب العذراء ويسوع؟ قلت لها يا ماما انا ربيتكم العذراء عليا السلام ماريا روزا ميستيكا هالقد كبيرة عندي على طاولة السفرة
وهي الملكة على حياتي وحياتكم، وهي اللي ربتكم. وبالصالون الإنجيل مفتوح، يسوع هو الملك على بيتنا. فجأة هي ما كان عم فيها تحكي، أنجأ فيها تحكيني، فجأة بتبرم على الشمال وبلشت ترقص وتهلل وتقول له يا حبيبي شو بحبك يا حياة قلبي، أنا مشتقت لك، أنا مغرومة فيك. وتزلغت له، قلت أنا جنت بنتي، اكمشها بكتافها، ماريا مع مين عم تحكي؟ وبرمها ما تبرم لعندي وترقص بالتخت وتقول له يا حبيبي شو بحبك. تقول لي يا ماما مع يسوع، لك شو في شاب؟ اطلع عليها ماني شايفته. تقول لي يا ماما شاب مثل القمر، انا ما في اوصف الجمال بس ما تبرم لعندي. وبعدها عم تتغزل فيه. ثالث مره قلت لها يا ماما انا ماني شايفته ليسوع المسيح، بتبرم لعندي تتشوف ليه ماني شايفته؟ بتقول لي ماما العذراء واقفه حدك على اليمين عم تطلع فيكي انت. برمت، قلت لها ماني شايفتها. قلت لي ماما العذراء عم تطلب منك تعمري كنيسه لقديسه فيرونيكا جولياني، من 300 سنة بدي اياها بلبنان، كل ما اجى حدا غني بده يعمر الكنيسة، عم بخاف وفل. قلت لها أنا بدي عمر كنيسة؟ أنا جوزي مريض من وقت الخلقة ماريا 30 سنة، يعني 25 سنة كانوا، وبيو الله يرحمه مات السنة مشلول 8 سنين بالفرشة، وبيي كسر ورقه رقبته. وقلت له لبيي أنا ميتة أمي وأنا اهتميت بأخوتي، أنا وأختي الكبيرة ريموند، قلنا له لبابا ما بدنا ورثة، بدي المقوصة لعند بيي دلني أمهم وأحضن العيلة، وبيي وزع الأراضي كلها. بتقلي ماريا ماما أنا والعذراء شايفين أرض بانحدار وادي، بتطلعي عند جدي بيعطيكي إياها بتعمري الأرض، بتعمري الكنيسة. قمت اتضحكت، كانت لسوان اللي مسار في زهور للعذراء ويسوع عم بتشع نور وفرح وسلام. قمت اتضحكت، قلت لها كثير هينه، بشتري كيس ترابي ب$5 وبقبع حجارات الحقله وبلزقها. بتضحك ماريا، بتقلي ماما هيك بعمره كنيسه؟ انا اجى ببالي مغاره يسوع. لما قالت لي هيك اجى ببالي اوضه صغيره. قلت لها بس ماريا انا هيدا هول العواميد اللي بتحطوهم انتو بالزاويه، ما بعرف يا ماما كيف بتشكي فيهم الحديدات. صارت تضحك، قالت لي ماما غمضي عيونك فكري منيح، إذا بدك تعملي الكنيسة ورجعي قولي لي، قولي لنا إلي وللعذراء. غمضت عيوني، شعت كنيسة كتير كبيرة قد سان أوغستان، كنيسة ضخمة، كل شو في هيك حسيت إنه كل شو في تقل بالعالم إجا على كتافي وسحقني. قلت بقلبي يدلي أنا من وين ببلشوا فيها لهيدي الكنيسة. بسمع صوت عم بصرخ لي بقلبي، أندري ماريا والعذراء بدهم الكنيسة، اوعى تقولي لا. هيدا الصوت هلا صرت اعرفه صوت مين، صوت قديسة فيرونيكا جولياني. فتحت عيوني قلت لها ماريا رح اعمل الكنيسة. قالت لي ماما مش لقلي بدك توعديني، بدك توعدي العذراء. وعدتها اول مرة، تاني مرة، قالت لي ماريا ماما بدك تأكدي لها الوعد للعذراء. تالت مرة أكدت لها الوعد للعذراء. تغمرني بتبوسني ماريا، بتقلي ماما ما تخافي أنا والعذراء ما رح نتركك، انتبهي على حالك ما يصير لك شيء، أنا بحبك. بتحمل السيلولار بتبعت مساج لرفقاتها بتقلن روحوا اعترفوا وتناولوا، ربنا محملكم كيس مثله، فضوا من الخطايا بالاعتراف وعبوا أعمل حب ورحمة. بتبكي بتبرم صب يسوع، بينزلوا دموعها، بتقله يا يسوع انت ظلموك وصلبوك وما خسك شي، انا بقدم لك حالي بوكية ورد زين لك صليبك، بحبك. انا ساعتها ركعت ساعة راسي للأرض اعمل لها مسبحة الرحمة، قله ليسوع يا يسوع دخيل اجريك. ماريا عاشت تعترف قبل الظهر وبعد الظهر وقبل الظهر وبعد الظهر، وكل يوم كل يوم دخيل اجريك. اذا ناسيه تعترف بنتي باقل خطيه ادراس الشعرة، انت اغفر لها ارحمها خلصها وطلعها على السما. ما قدرنا ندفن الجمعه العزيمه، انجبرنا ندفن سبت النور، وسبت النور هو سبت القيامه. عرفوا رفقاتها انه ماريا ماتت بواحد نيسان، فكروا كذبه.
بس لما لقيوا انه الجمعة العزيمة بعدهم عم يحكوا بالقصة، بسبت النور كان في بالكنيسة 500 شاب رفقات ماريا اجوا لابسين ابيض. من بعد الدفن طلعت بنتي إليز على المذبح، كتبت لها شعر بالانجلي وبتقلها باخره انا تركتك وردة بالسما على كعب اجران يسوع وراح اشتاق لك العمر كله. بتطلع بلاقي جوزي وولادي وبنتي بالارض، هنن فشلوا بموتة ماريا، ما كانوا متوقعين وما قالوا لهم بالسوا انه ماريا ماتت، اكلوا شوك. بقى بحمل مسبحتي بناخد بوس ماريا بتابوتها، بقول له يا رب روحك القدوس رافقني، وبطلع بخبرهم اخر لحظة من موت ماريا شو صار اللي خبرتكن اياه، وبنزل دل الأبونا يعرف الشبيبة والصبايا والأهالي اللي من قربانتهم مش معترفين. للساعة 5 عبكرة بدي كواني بكنيسة مرجريس مع أبونا الياس بوغاريوس. بيقوم تاني نهار بالقداس بيقول لهم للحقيقة ما كان عنا دفن بدي كواني، كان عنا عرس لصبية اسمها ماريا ناكوزي. يوم من الأيام رح تطلع شفيعة لارتداد الشبيبة للاعتراف والمناولة. وراحت القصة من بعد موت ماريا، ولادي وجوزي سخنوا، قلت لكم عملوا شوك، ما حدا يعني عملوا شوك بموتة ماريا، سنة ونص سخنوا. أنا كل يوم كل يوم نهار اللي دفننا ماريا نهار سبت النور ساعة 11 ونص أنا وعائلتي كلها طلعنا على القداس، لأن نحن بالكورال طلعنا خدمنا قداس القيامة. وصلت لقيت مونسينيور عصام على الباب هو والخوار، نصر لهم 10 دقايق، الكورال كله عم يبكي، نحن 30 شخص. قلت لهم أنا راكدين، نحن راكدين، قلت لهم المسيح قام ونحن شهود على ذلك. طلع فيه المونسينيور قال أكيد أندري جنت. وصلنا لفوق لقينا الكورال عم يبكوا، قلت لهم روجوا بلشوا بالترتيل القيامة لأن ماريا سبقتنا ونبلش بالسما بالترتيل. وهيك كنت أخذت قرار كل يوم كل يوم كل يوم بقديس، وكل يوم أنا اللي بتناول ببعت قرباني لماريا بقول لها يا ماما مثل ما كنتي هون عندك شوق للقرباني، أنا من هون عم ببعت لك كل يوم قرباني حتى تخلصي كل رفقاتك هون على الأرض، أنت من السما إيش عامين بحاجة. وبعدني لليوم من وقت اللي ماتت كل يوم بعت لها قرباني. بعد سنة ونص من القصة نهارتها كنا بالقداس بسان أوغستان، بيقوم بير داني ساركيس بيقول لهم لحاله أنا عامل قداس لماريا ناكوزي. أنا صار قلبي يرقص بنص القداس، بحس بنتي اجت بستني على خدي نازلة على البيت مكيفة، فوت بلاقي جانو عم يبكي. بيقول لي جانو باصر بنومي ماريا زعلانة منك عم تبكي. قلت له ما بصدق، هلأ ماريا بستني على خدي وماريا كتير مبسوطة، الخور اللي عمل لها قداس مش أنا. قال لي بصرت بنومي عم تبكي وقالت لي انه هي زعلانه منك انت وحددت لي انه منك انت، وطبش الباب وفل على شغله. انا مثل العاده كل نهار برتل، وكان المود تبعولي قبل الظهر كتير مبسوطه. بعد الظهر صرت فكر اكثر انه ليه بنتي بدها تكون عم تبكي. فوق انه انا وعدتها هي والعذراء انه بدي اعمل كنيسه فيرونيكا جولياني. شوفوا العذراء قديش أم حنونة وناعمة مثل النسمة، طولت بالها علينا بالبيت سنة ونص. سنة ونص جوزي وولادي بالفرشة ما قاموا من فرشاتهم وتركوا جامعاتهم، كان صار لهم بس شهرين بلشوا يرجعوا على المدارس والجامعات. وتجوي بموتة أخته ما عاد كتب ما عاد حكى، بكي ليل نهار يقول لهم ماتت ماريا بالنسبة لإله كانت أمه. كتر خير الله ويلي شقالن لولادي واللي وقفن على إجريون هي الكنيسة وكورال الكنيسة. الكورال شلن الزعل من قلبن. فقت ساعتها أنه أنا وعدت العذراء بالكنيسة، دور سيارتي بطلع عند بيي وبقول له بابا هيك القصة، بقول لي مزبوط ما عندي غير شقفة أرض لأن وزعن كلن، تركها إلو لمرته الله يرحمها تانت لويزا حتى يبيعها إذا اضطر لشي. قال لي ما بهمني بعيش على حبة الزيتون وعلى رأس البطاطا، وبيعطيني إياها وبيعطيني إياها نهار عيد حلول الروح القدس. أنا كنت قبل سامعة العذراء عم تقلي يا أندري بعيد حلول الروح القدس رح تكون الأرض معك.
ترجع العدرا بعدين ببصرها بنومي بتقلي أندري بتمين الشهر بتفرجيني مونسينيور كاميل زايدين حامل ماسترينا وترابي بدق علي بالمطبخ بيقلي أنا بدي حط حجر الأساس. ما كنت أعرف إنه بحطوا حجر أساس، كنت مفكرة إنه أنا وجوزي وابني إلي الشاب بدنا نعمر الكنيسة، مش عارفة كيف بدها تكون. بترجع العدرا بعد 15 يوم بتفرجيني بتبعتلي أرشيتكت وبتقلي مين، بعد منها ب 15 يوم بتبعتلي الانجينيور سيفيل اسمه بيتر طوق طلع اسمه، وبتقلي مش بس بعتتلك بيتر طوق، بعتتلك أشخاص كتار اسمهم بيير. وبالفعل كل يلي دعموني تقلعت ووقفوا حدي كلهم طلع اسمهم بيير. وبترجع بعد 15 يوم منها بتفرجيني العذراء انه انا لابسة بني، بتجي بتفتح لي جيبتي بتحط لي الصليب كبير وبقلبه ديزي فيرونيكا جولياني، وبتعبي لي جيبتي ألف ليرة ألف ليرة وما عادت تصيح. كل هول المنامات أطلع عند بير داني ساركيس برعيتي بسان أوغستان قل له أبونا هيك بصرة بنومي، قل لي مزبوط يا أندري هيد العدرة. وآخر شيء آخر منام قال لي مزبوط يا أندري اللي معبت لك جايبتك ألف ليرة معنات الكنيسة رح تتعمر من أهالي لبنان كلها بالألف ليرة. وبالفعل كنيسة قديسة فيرونيكا جولياني عليها السلام أهل لبنان كلهم عمروها بلبنان وبالمهجر، من الولاد الصغار اللي هن معهم كانسر بالأوبيتالات بعتوا الإجة تبعولهم للختيارية اللي يعملوا قداسة لموا السنية. يعني أول مرة حملوني 52 ألف ليرة ببشري، قلت لهم أنا كنت مفكرة أنه جوزي بده يعمر الكنيسة وابني، قلت لهم ما عم باخد مصاري. قال مدام ناكوزي بدك تاخديهم منا بتشتري فيهم طوبتين، لأن جمعة الجاي إذا ما أخذتيهم جيتي حدا منا بيكون ميت. وجبروني وحملوني هن. تاني دوناسيون وصلت للكنيسة من بنت اسمها ماري بيل، تعطيني إجتها مع ملادي عم ياكلها الدماغ وكل الأعضاء تبعولها الحيوية. من وقتها البيبي الملادي تبعولها كل 15 يوم بتتطور، من وقتها بعدها واقفة ستابل صار لها سنتين. بدي خبركم كيف حتى وصلت عند إيمانويل ب 22 آب. بيحترق بيتنا وبقدر خلصت جوي كان فيه، خلصت جوي وظهرت من البيت. كان عيد قلب مريم الطاهر انهارتها. أنا حسيت بوجود العذراء بالبيت، أنا وابني على الطريق راكعة عم نصلي المسبحة وقال لهم إنه حاسة بوجود العذراء. كان في 25 شاب والدفاع المدني كبوا 20 ألف لتر مي، ما قدروا يسيطروا على الحريق، احترق البيت كله. بس فضل العذراء ماريا روزا ميستيكا، صورة قلب يسوع، الإنجيل، صورة بنتي ماريا. كان عيد ميلادي جانوج هدين كتاب تراث الكنيسة بكل العالم، كتاب كبير كبير كنت فتحته على صفحة ماري فرانسيس. هول الوحيدين يلي دلوا بالبيت. وقدام الباب حتى باب الحديد سيل، قدام باب الحديد معلقة على البالكون صورة يسوع عم بدق على الباب، بعدها لهلأ موجودة عم بتوج وج ولا كله تهبط حواليها وتكسر واحترق. ببوكال صغير حد الباب على طاولة صغيرة حتى بوكال بلاستيك في العذراء من لورد فيها ماي، هي بلاستيك، حطت له ورد صغير من كل الألوان، ما صار لها شيء. كانت هيدي إشارة لإلي إنه العذراء بقوم جوزي أول ما وصل من بيروت لقى النار طلعت ثلاث طوابق. كان نهارتها عم سجل الأرض تبلش بالكنيسة، بيوصل شأنه شافني أنا وجوي بعدنا طيبين على الطريق، بأول كلمة بيقول لي إياها مبروك تحربتي لأن مشروعك حقيقي من العذراء. بعد شهرين يعني أكيد رئيس البلدية أورور بعتت لي كل الكاميونات والشغيلة عم نكب بيت. بعد شهرين كانت بنتي مجوزة جديد إليز صار لها شي 3 أشهر، اللي عملت لها الميك أب اسمها كاتيا مادي بالتلفن اللي بتقلي أندري خدي رقم أبونا خليجي يصلي لك للبيت. أنا لحديت هون ما كنت أعرف إنه بيبقى في أبونا إكزورسيست يعني مقسم،
ما أعرف. قمت كتبت الرقم على الأرض، شوي قلت معي كتير شغيلة بدعسوا، جبت ورقة السندين لأن أنا لابسة كفوف عم بشتغل، طلبته، طلع بير إلي رحال. عم يسألني شو اسمك وشو عندك ولاد، عم قل له، قلت له ماريا بالسما. تقتلت أنا وياه نص ساعة إنه نحن المسيحية اللي بدنا إياه من طلوع على السما، شو هيك هيني هالقديسين المعترين عاشوا إيماتات وصيام وسجود كل الليالي تقدروا وصلوا على السما، وبيقولوا يا ريت منرجع نجي تنعمل أكتر إيماتات، هيك وصلت ماريا على السما. آخر شي يعمل لي هاتك عم تاخدي كلمة إنه عملتي ديبريسيون لأن بنتك ماتت. قلت له لا أبونا، قرر إنه بده يرتاح مني. قال لي طيب يلا، الله يرحمها عمرها شهرين. قلت له لا يا أبونا، بنتي عمرها 23 سنة. هون طلع بالصريخ أكتر علي. بالآخر قال لي أنت وحدة عنيدة، ليكي ما بقى بتحكي ولا كلمة، بس بتقولي لي آخر لحظة من موت البنت شو صار. بخبره إنه صار في ظهور للعذراء ويسوع، طلبت العذراء كنيسة فيرونيكا جولياني، طلع هو المسؤول بلبنان عن فيرونيكا جولياني. خوت، قال لي مدام ناكوزي هلأ بأمر الطاعة بدك تنزلي على كنيسة بادري بيو. قال له يا أبونا أنا ما بعرف سوق، أنا بسوق هون البيت كنيسة ما درس بلزقة. يقول لي بعت لك تاكسي، ببعت إليكوبتر. وصل جانو لأني عم بتشارع معه، قال لي أندري إذا بنزل إجري من السيارة عزفت ما بياخدك، مثل ما أنا كلني شحتار وزيت نزلت معه. وصلنا كان في قديس، بعد القديس بيقول لي مين قادري طلعي لهون، بطلعني بيقول لي بدك تعطي شهادة حياة. عم خبرهم شوي، بيوقف بيقول له جان ناكوزي، مين جان؟ بيوقف جانو بيقول له جان ناكوزي بأمر الطاعة من الكنيسة، بكرة في اجتماع للمطارنة والكهنة والجمعية تبع فيرونيكا جولياني، تاري في جمعية وفي رهبنة ومدري مليون خبرية، بتلاقونا على دار أم الله ومصر بدكم تطلعوا. امتى بكره؟ قلت له لجانو انا ما بدي اطلع، هيدا الخوري كتير بيصرخ، انا الاخوارني عنا معودي عليهم غير شيء. ام قال لي جانو مش رح يحل عنا يا قادري، كان عنا دفن حدا لقلنا بخصنا. قال لي منطلع ساعة ومننزل. قلت له اوكي. ام نطلعنا، بوصل بيقوم بيقول لي المطران قادري ما بدنا نعمل لا رياضة روحية ولا شيء ولا قديس، بدنا نسمع كل شيء عن ماريا من قبل ما تحبلي فيها لا هلا. انا نسيت لكم انه انا وحبلي بماريا العذراء ويسوع بنزلوني على ارض فيرونيكا هلا، بفرجوني كل البروجي، ومطرح ما محطوط قبر ماريا هونيك وبيقول لي يسوع مين عم بيعمر الكنيسه، بفرجيني كل الناس عمرهم من 30 سنه وطلوع لابسين تنانير طويل، الاميت قمصان مسكره لهون كم طويل، رابطين فولار على شعريتهم، كل الشباب كمان من 30 وطلوع لابسين الشروال والقميص البيضة العالي مع هيك سنتور كبير وحاطين لبادة على راسهم، وبفرجيني ألمهم ووجعهم وبيقول لي يا أندري ما بدك تخافي منهم، هول أهل الشمال عم بيعمروا لي مجدي على الأرض. بفرجيني كنيسة، كنيسة كتير ضخمة يعني قد فيرونيكا على 100,000 مرة، إلى 7 بواب، كل باب له عمودين رخام بيض، كل عمود قد الكنيسة هون، مفتوحة الكنيسة للسما ما إلى سقف. بفرجيني إنه كل 300 شخص بشوف أمراضهم ووجعهم وتعبهم، كل 300 شخص يعني نسوان ورجال عم يشقلوا عمود الكنيسة تيوقفوا، وش إنه بيغمرني وبيمسكني بيعمل لي هيك على كتافي أندري، لبسوا جخ ما بدي دغري بلبسني ثوب الرهبنه مع ساندال مار فرانسيس مع السانتور الابيض، يسوع مش حاطط سانتور، التيابو لونهم اكرو، بس بلبسني الي مثله اكرو، وبيطلعني بيمسكني بايدي وبيقول لي بدي طلعك على بيتي، بيطلعني ثلاث درجات يلي محل ما هو قبر ماريا، قال هونيك بيته بغايمه، ببيته بس في طاوله كاري محل قبر ماريا، يعني في طاوله كاري من خشب الأرز عتيقة من عتق الزمان، وحد منا كرسي من زيت اللون الخشب وقش مثل كراسي القدم، على الطاولة في دفتر كتير كبير وهالقد عرضه، بيفتحوا يسوع على تلته، بيفتحوا الوريق يلي بقلبه مهلهلين من عتق الزمان،
يعني ما فيكم ما فينا ندق فيهم. بجيب ريش تنعام بيكتب بقلب الدفتر بيبرم لعندي بحملني بلاك رخام ابيض من زيت بياض حجر الكنيسه العواميد محفور عليه بذهب انا باليوناني انا يسوع المسيح ملك اليهود وباخره في سمكه. انا قلت بقلبي وقت انا ما بحب البحر بس ما فهمت انه هي رساله. وشو كنت عم قلكم؟ كنا بدير ام الله عم خبرهم عن ماريا من اول ما هيك قبل ما احبل فيها وكيف منعنا الاجهاد وهيك. وقلت لهم ماتت بنتي طلعت الكنيسه فيها شي 400 شخص في ناس بكيو شوي عم كفي انه انا بقشت ابني جوي مصرياته كان صغير يقبرني وبقشت لي مصروف جماعته مصروف البيت صار لي سنه ونص بطبع كتب لقديسه فيرونيكا جولياني وبوزع بالمتن الجنوبي بالمتن الشمالي وبعت على الجنوب لانه بدي اعمل كنيسه للقديسه وبي عطيني الارض وبتفرط الكنيسه بالبكي. وقفت هيك طلعت فيهم قلت لا للحقيقه هول جميعا مجانين. قلت لهم بنتي ماتت بكوا شوي بس قلت لهم انه معي ارض انه فرطوا. بقدم المطران بيقول لي اندري حقك تتفاجئي رح نقول لك شغله انه نحن صار لنا سنه ونص نضغط على فرير ايمانويل وين بدك تعمل كنيسه القديسه فيرونيكا جولياني. قدموا لهم اراضي بكل لبنان وهو يقول لهم العذراء اللي بدها تقول. اخر شيء قد ما نقوا عليه قرر يعمل تسعويه لعيد دخول القديسه فيرونيكا جولياني على الدير هو 27 اكتوبر. نحن كنا لو 26 اكتوبر عندهم كان ثامن يوم من التسعويه وبيجي الجواب انه الارض محضره فوق وبيطلعوا ب 27 بكرسوا الارض وبكبوا فيها زيت ملح مقسم وايكونات وببركوها ومنبلش بالمشروع. ونحن وعم نعمر بعد 7 اشهر على صخر شحار يلي هو اقوى صخر ما بينقص بتطلع قديسة فيرونيكا جولياني على الصليب بعلو 7.5 متر ب 3 متر مسلوبه على الصليب. يعني الارض محضره لقديسة فيرونيكا جولياني بلبنان من الأبدية. ومبروك للبنان بقديستنا وميرسي.